استطعنا في هذه الانتخابات الإخوان الكرام أننا نغطي كافة نقاط المراقبة، لا في فاس ولا في بن سليمان. وهذا يعني رغم أن الإمكانيات المادية صعبة، وغطيناهم بالمناظرين ديال الحزب، ولهذا لم تقع أي شكاية من المناظرين الذين راقبوا يعني في المكاتب ديال التصويت. في المكاتب ديال التصويت يعني كان داك الشيء الحمد لله يعني تقريبا كنظن في العموم كان بحال المحاضر كانت عندنا كلها في الوقت المناسب، وحنا عرفنا النتائج ديالنا قبل ان تعلن يعني رسميا.